بشتغل بمجال الفنون بالإضافة للخط العربي وجميع أنواع الفنون من تصوير ذاتي لرسومات البورتريت للخط العربي لفنون تانية بمجال الفن التشكيلي. بلشت هوايتي من الطفولة، اكتشفت موهبتي من وأنا صغير، بلشت أنميها شوي شوي مع تقدم شوي بالعمر، بلشت أخذ كورسات بالرسم أونلاين، بلشت أحتك بفنانين كبار، بلشت يعني أخوض بالمجال اللي أنا بحبه، ومع الزمن شوي شوي بلشت الموهبة عندي تتبلور وتنمو أكثر وتصير مصقولة بشكل أفضل. بالنسبة لشغلي بهذا المجال، طبعا أنا دراستي بتختلف تماما عن هذا المجال، أنا دارس هندسة مدنية، لكن يعني بالنهاية الإنسان دائما بيميل للإشي اللي هو مبدع فيه أكثر، للمجال اللي هو بحس إنه هو فعلا متقن لإله أكثر، فاتجهت للشغل بهذا المجال بالفنون بإعطاء دورات تعليم الرسم، دورات الخط العربي، أيضا لمجال التصميم والرسم، والحمد لله رب العالمين. أنا حاليا مبسوط بهذا المجال، مبسوط بهذا الشغل، منه مصدر دخل إلي، منه شغل، ومنه إنه أنا عم بمارس موهبتي.